إذ قال الله يا عيسى ابن مريم. سؤال أي غير ربي سبحانه يروح مباشرة غير سيدنا عيسى وديم سلير فياض ذي ظلم يغار أخطر سيدنا عيسى يشجعيه دا ربي غرباني إسرائيل ولاش ويقاذ ينشفن ولاش ويقاذ يعصان ويقاذ ينغان الأنبياء والرسل ويقاذ ينكرن النبوات والرسالات أم بني إسرائيل أرمو غرس المسيحيين ماشي كامل ماشي كامل أي غار الأنبياء والرسل يعدف لسن الفاطل أرى السمس ذلك تعدي زرما شو قدران في المدينة صلى الله عليه وسلم مستني عدان نساء ذلك أول أول نتد المشايخ نتد نتد في مكان أخرى نكتفي بذلك ولكن هو رب الأمة تسكوي وتسلم على كانت قمطية تسكوي وتدقس باش تنصر النبوة وترفض الرسالة أكن يلزم باش تسلي فعلا في مستوى الميراث باش تسلي أتورث لريتاج يتجلن بيا الرسل على رأسه محمد صلى الله عليه وسلم ولكن في سيدنا عيسى يعد الفطر ذا مقران أكثر زرم ذا شوث أسقارا عيسى انتظى ربي اتهموه تهمة ذا مقران أسقارا شذى ربي ويذا أسقارا شذى ميسى ربي سي بورسان يمذوكور ذا مقران يمذ تهمة ذا مقران ربي ختم في سورة المائدة مازال غد درس وايض إن شاء الله ذا نقارو الدرس وايض ذي ننظر براءة عيسى عليه الصلاة والسلام من التهمة بلي النبي الله عيسى إنسان بريء ولكن ذا قال ربي سبحانه في غد للدتاي في ثمسة قال سيدنا عيسى وكذ القوم ينس يعني بني إسرائيل ذا النصارى أخطر إمي خذ منه غور ذا مقران إمي خذ من دنوف ذا مقران ثوران في ذوك سيدنا عيسى ربي ناس إذ قال الله يا عيسى نورمال مواسيني إذ يقولوا خطرت في المستقبل باللي أولا قاستيني ربي يوم القيامة ولكن قال في الماضي باش غديني ربي يوم القيامة يقرار غاست سوالي ميفعل انت يقرار قرنا ذي المثل كل آت قريب أين كرد يسن يقرض أين رد يسن يقرض خطر سكت تصقم ذا نورثو في نارا مست نضاي غرثو في ضارك حصرا أقلك نصوض غربعين أو مازال انت يوم القيامة يقرض يوم القيامة يقرض وما أدرك ذا شدني نغف يوم القيامة فمش طوح يعني فمذان في الموت بمذان ربيني إذ قال ودينا إذ يقولوا تقريبا ليوم القيامة إذ قال الله يا عيسى ولي كنت ترى فخلقي ثمرة أكل الأنبياء والرسل سيدنا عيسى القوم ينس هذه فذو الحوار هذه فذو الكونفرونتاسيون المواجهة مناظرة إذ قال الله يا عيسى ابن مريم عيسى ميسن مريم توجور ميسن مريم ماشي ميس ربي ذا ميسن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك امشتد النعمه يشفكي غيشتش اكل يمك اشو المعنى يسماس امي ربي صنطقي ثيد ذي الدوح المهد انتقد باش تجد دليل على النبوه ربي كرمي تفكاس نعمه النبوه في سناف باش ربي سيفك شهاده البراءه إيناس مريم أمشي ينطق إن دا ربي سبحانه ذي القرآن كان في سورة مريم 30 وما بعدها أشو دينا عيسى إني عبد الله إمي ينطق سيدو حناس كيني ذي العبد سيدي ربي آتاني الكتاب يفكي تكثاف وجعلني نبيا جالي النبي وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة وصيد في الظليف والزكاة في الزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي الضعر يما ولم يجعلني جبارا شقيا وريراد العبد الجبار الشقي والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ربي صنطقد سيدنا عيسى القدرايس انسى ذي الدوح ربي كم الآية اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس قويتك فكي خدمه فدن
سوا شو صروح القدس اللي هو جبريل عليه السلام تكلم الناس في المهد يعني سو القدره ربي في مسلايضين مثلا سدوح وكهلا نورمال مور بديني وشابه خاطر سيدنا عيسى تريد السلام يموت 33 المعنى ديال مزي جون اي غدينا ربي كهلا كهلا المعنى ديال القزام قران القزام قران وسيدنا عيسى يموت جون رفعه الله جون يعني ربي يرفديت ونسى مزين 33 سنه ثقيل دليل باللي سيدنا عيسى اديوغال اديوغال ردونيس فكرة نظن ميكفغا ربي وذي عيش أذي وض مرحلة الكهولة سي بوسا ربي ند وكهلا أتسم صديم ذانا إن دوزيام فوا ولكن ذا القزام قران ماشي ذي المزي إنسان 20 أو 30 أو 33 سنة وكهلا وإذا علمتك الكتاب معني الكتابة نغ مطلق الكتاب يعني إفكاك ربي تكتابين تكتاب الإنجيل والحكمة إفكاك ربي لا ساجاس سواف ذي الميزان والتوراة والإنجيل يعلمي التوراة دين زنف سيدنا موسى أكذ الإنجيل دين زنف الناس وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني ثقي ثقصت نحكاسي ديونواس بالله ربي سبحانه وتعالى القدريس سيدنا عيسى الناس هاد الصنعه ستال لاغتك يعني سوا كان يعني شغل الذيور شغل ذيور من بعد سلاذنا ربي مارس فتنفخ فيها هذه الصوت ذيس فتنفخ فيها فتكون طيرا باذني اتفرفر سلاذنا ربي سبحانه اتسوغل طير وتطير سلاذنا ربي سبحانه وتبرئ الاكمه المعنى يسد ادويض الشفا الدواء يوينو تسوالي يا راه الاكمه الاعمى والابرص وني هلك نقولي ميس يوم هلك يسميس البارس يهلك يقولي ميس اسي مسح كنكا سمي سمي بالمسيح هذه صفض فلاس هذه مسح فلاس هذه يحلو سل قدر ربي وان تخرج الموتى باذني يعني سلاثنا ربي سيدنا عيسى غير يسلم يذكر ديكرد ولكن سل قدر ربي باذني سلاثنا ربي سبحانه بظلم بني اسرائيل خدمنا سندفي يعني تحدي الناس إلى قاعد سخيض وغد حيوض سام ابن نوح ولكن نوح ماشي الميثين جديدا الميثين قديما سام ميس سيدنا نوح شيخ الأنبياء ولكن يفدد فوز كايس في كاس الأمر إناس يا سام أكرد يكرد لأن ربي سبحانه ولكن قد فتح سؤال بوركو ربي كل مرقة يتعود بإذني بإذني أي غار باش يدفع يوثن الشبهة غرباني إسرائيل وكذ النصارى إسقارا سيدنا عيسى يسعى القدرة مع ربي خاطي يكوين يخدم سيدنا عيسى المعجزات سي القدرة ربي ماشي سي القدرة سيدنا عيسى سي بوسي تعاوث كل مرة بإذني بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك مع أنت منعت بني إسرائيل إيمي دوسان بنو إسرائيل أكنغن أماكن نغان سيدنا يحيى أكو سيدنا زكريا ربي سبحانه يبروتيجيك منعتك منهم كففت يعني منعتك منهم يحامث ربي سبحانه إذ جئتهم بالبينات ثبوض صند المعجزات سلام ربي الآيات الباهرات فقال الذين كفروا وقاذ يمنن ومنن ولكن وقاذ كفرا فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين المدفع تكل معجزة ثم قرين ومسلم أكن يسقرنا وشني ذا سحر أما كنسن قريش النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذا سحر.